السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم درس جديد من دروس الدورة التدريبية المجانية لتريكو باساب. بالنسبة لليوم فهذا العمل هذا فهو رائع جدا، فيه ممكن الاشتغال بوجهين. الوجه الأول هو طريقة هذه الزواقة، لاحظوا معايا، رائعة جدا، وانطلاقا من هذه الزواقة الحصول على نوع آخر بقلب الزواقة للجهة الأخرى والقيام ببعض تقنيات الخياطة للحصول على شكل رائع جدا كما تشاهدون. بسم الله نبدأ. نبدأ بواحد واحد كما شرحت في الدروس السابقة. بسم الله. رقم 24 سطر، واحد واحد. ثم نقلب العمل للسامبل، يعني جميع الإبر من جهة واحدة. نشتغل حوالي 6 أسطر بالسامبل مع تغيير لزابيسور من طبيعة الحال للسوداء، ونشتغل 6 أسطر. لاحظتم لزابيسور واحدة في اللون البرتقالي والأخرى في السوداء. ممكن بعض يعني المرات استعمال تقالتين بلون مختلف لا يضر. الآن لاحظوا الآن السامبل، لاحظوا في الطريقة كيفاش نقلبوا الزواقة. هنا عندنا 1 2 3 4، 4 من هنا، 2 نديرهم من هنا بهذا الشكل. هادو من طبيعة الحال نهبطوهم لهنا، هادو نخليوهم هنا. هادشي درت هنا، هاكا 4 2 1 2 3 4 2. أربعة، 2، 2 حتى النهاية. 4 2 نمشيو بهذه الطريقة هذه حتى نسالي. ونخدمو بان سي ان سي رقم 5 باقي الاسطر، تقالات اما سوداء او سوداء و برتقاليه. الى ما صدقتش لكم السوداء والبرتقاليه فخدموا بالسوداء فقط، ونكملوا باقي الاسطر. صافي، نحيدوا التقالات من الأسفل لأنها تشكل خطورة، ونقطع، نقطع الخيط.
لابد من ثقالات في الأسفل. نحصل على هذا، نحصل على هذا الشكل. هذا ممكن نشتغلوا به وتجي به شغل للرجال، تريكو للرجال رائع جدا جدا، واما اننا نديروا طريقه اخرى ونعطيو شكل رائع للنساء. هاو تابعوا معايا، ناخذ خيط صوفام طبيعة الحال. لاحظوا الطريقه كيفاش نخدموهم. هذا هذه الاولى لا تحتسب، هنا واحد اثنان ثلاثه، نمشيو للثالثه مع الثانيه. هنا لاحظوا الخيط في الاسفل كيف خليناه بهذا الشكل هذا، لاحظتوا. ثم غادي نمشيو من هنا هذا الجزء هذا ونربطوا بين هذا الجزء وهذا الجزء بنفس المسافه. هنا المسافة اللي ناخدوها نحافظ عليها من طبيعة الحال بهذا الشكل، نحاول نقادو الخدمة ديالنا باش تجي مزيانة. هنا بهذا الشكل نحطو، ثم نجيو من هنا بنفس المسافة لهنا ونجمعوا هذه مع هذه. هذه رائعه جدا، هذا الزواقه هذه تعطي شكل رائع. حتى تنكملوا الخطوط ديالنا عاود نمشيو هنا، وحنا غاديين الان نكملوا نمشيو هنا ها هي لاحظتوا معايا. ثم غادي نرجعوا بطريقه باش نجيبوا هذا الشكل هكا هذا هنا حتى للنهايه. نمروا لهذه الجهه المقابله، دائما تنقزوا هذا الجزء اللي حنا فيه ونمشيو للجزء الاخر اللي نخدموا فيه، يكون مقابل مع هذا. نحافظوا دائما على المسافه ديالنا هنا. ها هي بدا العمل تيبان. ثم نخليو هذا الجزء هذا اللي حنا بدينا فيه ونجيو هنا، هذه خاصها تعاود هنا. بهذا الشكل هذا كل واحد نديرو فيه اما واحد الا بغينا واحد نبداو من الاسفل، ثم نجيو هنا يجي مزيان. لاحظوا باش يجيكم بحال هذا الشكل هذا كلها. في النهايه تنعمروا هذه اما بالموزون او العقيقات او اننا نخليوهم كيف ما هما فتيجيو رائعين جدا. نحافظوا على المسافه الان مقابل لهذا باش نحافظوا على نفس الشكل. ها هو لاحظوا علاش تنحصلوا. مشيو هنا اللحدة هذا، حطو ونعاود نرجع هنا باش نعرفوا فين غادي نمشيو المرة الأخرى. المرة الأخرى غنجيو لهنا. النهاية هو أننا تيصبح عندنا شكلين، هذا الشكل الأول، إلى قلبناه نلقاو الشكل الثاني. في البداية تناخدو واحد واحد كيف وريتكم في الدرس الثاني، ليزابيسوغ في البرتقالي أو المسدسات في اللون البرتقالي. انسي من الجهتين برقم 3 او 3.5 حسب شحال بغيتو مرخي. ثم نقلبوا للسامبل يعني الجميع من جهه واحده، ولرقم 5 من طبيعه الحال نقلب ايضا لزابيسور للون الاسود نوار.
ثم نشتغل 6 أسطر. بعد ذلك نقوم بقلب إبرتين للوراء، 4 إبر تبقى في مكانها وإبرتان للوراء، 4 إبر في مكانها وإبرتان للوراء حتى النهاية، ونشتغل باقي الأسطر. طريقة سهلة جدا جدا ورائعة بالنسبة لهذه السواقة هذه، فنحن نشتغل بها كثيرا بالنسبة للرجال، أما بالنسبة لهذه السواقة فهي للنساء. بالنسبة لمشتركي الدورة التدريبية من طبيعة الحال دائما أتمنى أن تقوموا بتصوير الشغل مرافق للمشكلة الذي تعانون منه من طبيعة الحال، لأن بعض المرات التصوير لا يظهر لي بوضوح المشكل. إلى عجبكم الفيديو ديالي من طبيعة الحال ساندوني، المساندة ديالكم هي الاشتراك، اللايك، التعليق ولو بكلمة واحدة، ونشر الفيديو. دمتم في حفظ الرحمن ورعايته، السلام عليكم.